أنا دارين طاطور من قرية الريني، فلسطينية شاعرة مصورة فوتوغرافية. اعتقلت سنة 2015 على قصيدة كتبتها، وظليت معتقلة لحد 20 سبتمبر 2018. من هذا المكان اللي احنا قاعدين فيه اليوم عم نصور، تم اعتقالي ب 11/10/2015 بالساعة 3:30 الصبح. فجأة قوات بوليس بشكل كبير بتفوت على البيت وعلى الغرفة وبتعتقلني بدون أمر اعتقال. ما تخيلتش للحظة إنه تستمر القضية تبعتي على قصيدة فترة 3 سنوات. القصيدة لما كتبتها عشت فترة كتير صعبة مع الأحداث اللي صارت عنا بفلسطين هون، سواء بعد مقتل الشهيد محمد أبو خضير، بعد مقتل الشهيد علي دوابشي وعيلته، وبعد مقتل هديل هشلمون، الشهيدة هديل هشلمون في الخليل اللي تم قنصها قدام الكاميرات علناً بس بسبب إنها رفضت تخلع حجابها. شفت الأسيرات اللي هن مصابات ما بتلقوا أي علاج، شفت كيف تعامل المحققين مع المعتقلين، شفت الزنزانة اللي طول الوقت كنا نسمع عنها، شفت البوسطة، هذه السيارة اللي أنا بسميتها قبر متحرك. آخرنا لما بقعد يفكر إنه إيش عملت أنا، بقعد أفكر لما كنت أنا بقلب الزنزانة كنت كثير أسأل حالي طب أنا ليش موجودة في السجن؟ الجواب تبعي إنه أنا كل جريمتي مسكت قلم فكرت وكتبت. لكن أكثر شيء أثر في إنه لما وأنا في الوقت اللي أنا كنت فيه عم بتعذب في الزنزانة وهيك، أجاني خبر إنه أنت رح تاخذي جائزة بريت البلاد على حرية التعبير. فهذا الإشي كان يقتلني تماماً، إنه وبالذات إنه أنا كتبت كتير قصائد في السجن، والقصائد إذا بتضلها مدفونة بتقتل الشاعر. فقدمت الاستئناف مباشرة بعد ما طلعت السجن وحاربت على هذا الإشي، وكانت المفاجأة الكبيرة إنه أنا برئت من كل التهم الموجهة ضدي بشأن القصيدة بعد 3 سنوات، وأنا أحاور بالمحكمة نفسها بنفس المحل إنه هاي القصيدة مش محرضة، هاي القصيدة بتحكي عن معاناة شعب ما فيش حدا يسمع. فجأة بعد 3 سنوات ألاقي إنه أوكي في ناس عم تسمع، في ناس عم تستوعب إنه أنا خلقت شعري ورح أضلني شعري، مش رح أغير يعني طبيعتي. صراحة أنا ممتنة جداً لستي الله يرحمها، هي الإنسانة اللي دخلت في داخلي أو ربطتني على حب الوطن، على حب فلسطين. هي الأولى اللي عرفتني إيش يعني فلسطين.